السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد تدريب على وضعية تانية. احنا اخر مرة كنا اخدين الهيون ساو، النهاردة هناخد الوو ساو. تمام، هنتمرن على الوو ساو بحيث ان احنا نخلي عندنا سرعة رد فعل ونطور من نفسنا فيها، مش مجرد ان احنا خدناها في الفورم يبقى كده هنستكفي، لا، في تدريبات وممارسة لكل وضعية من الوضعيات دي ان شاء الله هناخدها على حلقات متتالية. تمام، هنوقف الوقفة بتاعتنا الشكل ده كده. تمام، طبعا المره اللي فاتت لما خدنا الهيون ساو قلنا دمجناها مع التان ساو، فطبعا هندمج برضو التلات وضعيات مع بعض، التان ساو والهيون ساو والوو ساو. تمام، بحيث ان احنا برضو نتمرن عليهم، بس الاول هناخد الوو ساو لوحدها وبعد كده هندمجهم مع الوضعيتين اللي فاتوا. تمام، ايدينا بالشكل ده كده، ممكن نقف برضو الوضعيه بتاعتنا، ايدينا هتطلع وو ساو ودي بترجع ورا، بحيث ان احنا نتعود يكون في تبادل بين ايدينا وننسق ما بينهم. تمام، الوضعيات اللي هي مش بتحتاج ان انت تنسق بين ايديك الاثنين بنستخدمها منفرده والايد الثانيه بكل واحده، انما الوضعيات اللي ممكن تبدل فيها بنستخدمها واحنا واقفين وضع الفايت. تمام، واقفين بالشكل ده كده اهو، ايدي دي بتنزل من تحت، بطلع وصاو زي ما كنا بنقف في الفورم كده، بحيث ان انا بصد بيها هجمه بانش هاج جاي عليا بصده بالشكل ده كده. تمام، دي هنستخدم فيها نقله رجل والثانيه، واقفين بالشكل ده كده اهو، وصاو بحيث ان انا بخليها في السنتر لاين بتاعي بحيث ان انا اقدر اطلع بيها اي هجمه من ناحيتين. تمام، بالشكل ده كده، ممكن وانت بترجع ايدك التانيه تبقى قريبه منها بالشكل ده كده اهو، يعني وانت بترجع ايدك تبقى كده، وممكن تبقى راجع ورا شويه على شكل قبضه بحيث ان انت ممكن تكمل بلكمه. تمام، بس مش عايزين نخرج عن مسار الحلقه، اهو وضعيه الوو ساو، بعد اتمرن عليها بحيث ان انا زي ملاكمه الزل كاني في لكمات جايه عليا وانا بحاول اتفاداها.
بس يكون جوه السنتر لاين، يعني ما تفاديهاش كده، ما اخرجش بره وافتح المجال ان انا اتدرب، لا اخلي السنتر لاين بتاعي محافظ عليه. ممكن استخدمها كده بالشكل ده كده كوصاو بالشكل ده كده، كاني جاي من بره بصد من بره وداخل جوه اهو بالشكل ده كده. وممكن ان انا ابقى واقف وضع الفايت وابدل بين ايد والتانيه، بين ايد والتانيه بالشكل ده كده. يعني في اكتر من طريقه ان انا اتمرن بيها، او ممكن استخدمهم كلهم عشان اطور من نفسي في رده الفعل بتاعه الوصاو. بس خلينا اهم حاجه فاكرين ان واحنا بنستخدمها مش بخرج بره خط الوسط او خط المركزي بالشكل ده كده. ممكن استخدمها بالشكل ده، اجي من بره لجوه اهو، جاي من بره وداخل الخط المركزي. ممكن وانا واقف وضع الفايت ابدل اهو، تمام. وبرده دلوقتي هستخدمها وانا بنقل، بحيث ان انا لو اي هجوم جاي من الزاويه اللي في جنبي الشمال او في اليمين ان انا اصد مع نقله رجلي، تمام. واقفين بالشكل ده كده، رجلي دي هتفضل زي ما هي، ورجلي الثانيه هتتقلب الوضعيه بتاعه الجيوما اللي احنا اتكلمنا عنها في اكتر من حلقه، واطلع اصد بالشكل ده كده، وهنقل نفس الكلام الناحيه الثانيه اهو. دي بقعد عليها، ودي ببقى فاردها وتانيها نص ثانيه صغيره كده، وان انا بصد بالشكل ده كده، بقعد انقل من الرجل للثانيه واصد اهو. بطيء الاول، واقف الوضعيه بتاعتي بالشكل ده كده، بقوم ناقل اهو بالشكل ده كده زي ما حضراتكم شايفين. بستخدم الوصاو زي ما اتمرنت عليها امامي وانا داخل من وضع الفايت بالشكل ده كده، وزي ما اتمرنت عليها لو جاي من الخارج بالشكل ده كده. بخرج من بره بدخل الخط المركزي بتاعي. تالت حاجة ان انا اخدها مع التناقلات، ان انا بنقل وبصد هجوم جاي لي من اي جانب من الاتجاهين، تمام. يبقى مراجعة سريعة قبل ما ننهي الحلقة. واقف الوضعية بتاعتي كده بالشكل ده اهو، بستخدمها بالشكل ده اهو. بحيث ان انا اخد ايحاء زي ملاكمة الزل، ان انا عمال اصد في لكمات بالشكل ده كده، بصد بالجزئية دي اهو زي ما خدناها في التقنيات، بس احنا دلوقتي بنطور من نفسنا في التدرب عليها. وطبعا بكون مسترخي وانا بتمرن عليها، مش بكون شدد ايدي جاي من بره بالشكل ده كده. تالت حاجة قلنا هننقل رجلينا اهو بالشكل ده كده، واول ما هنزل من هنا هطلع الناحية التانية اهو بالشكل ده كده، بطلع اصد اي هجوم جاي من الناحية دي. انا كده بتمرن التدريبات دي لوحدي، دي مش تدريبات مزدوجة، لكن ان شاء الله بعد ما نخلص سلسلة التدريبات دي في تدريبات بقى المزدوجة اللي هي مع زميل لينا او مع اي حد من اصدقائنا ممكن نستخدم مع التدريبات المزدوجة، تمام. وبكده انتهت حلقة النهاردة، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وفعل الجرس ولايك وشير للفيديو، واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله.